قسوة الأيام حني على نورا قلبي الألم منام والدمع مجهورا يا قسوة الأيام حني على نورا قلبي الألم منام والدمع مجهورا من ظلم بعض الناس من غربة الأحزان بعض الناس من غربة الأحزان في من مكسورة يا قسوة الأيام حني على نورا على نورا نورا عاشت مع الحيرة والشك والغيرة واتجرعت سما اتجرعت سما ليل الدفا مفقود محرومة من مولود يقول لها يما يما أو يشرق بنورا يا قسوة الأيام حني على نور نورا نزلت اشرب مويه. في ماي في الغرفه على الطاوله. ما شفته. سعد ايش فيك؟ بالي مع نوره يا امل، تركتها في حاله صعبه. يا ليتني قعدت عندها، يا ليتني نمت انا وفيصل عندها. لا تخاف عليها، نوره تحملت اصعب من كذي. بس منظرها وهي تبكي وتوريني الملابس في عيني لحد الان ماني قادر انساها. تعوذ من إبليس يا مساعد. خايف عليها يا أمل، خايف يصير لها شيء وهي بالحالة. وشلون خليتها؟ وشلون؟ اهدى يا مساعد، لا تسوي بنفسك كذي. لو حصل لها شيء يا أمل لا سمح الله ما راح أسامح نفسي. الله يحفظها، تطمن إن شاء الله مو صاير لها شيء. نورة يا أمل كل حياتي كل هلي. نورة غالية علينا كلنا، والكل يحبها ويتمنى لها الخير. إن شاء الله مصير لها شيء. أكلمها؟ أنت صاحي تكلمها الحين؟ تبيها تخاف؟ طيب وش رأيك أروح لها الحين؟ مساعد شفيك؟
روح نام والصباح رباح. جارتها رجعت من العمرة؟ من زمان. أكيد؟ قبل أمس مسلمة عليها يوم كنت نازلة من عند نورة أنا وموضي. مساعد قم ارتاح لك شوي علشان تلحق تصلي الفير وتودي فيصل المدرسة، وبعدين تروح لنورة وتطمن عليها. اسمع يا سلمان، أنا تعبت تعبت وأحاول فيك لكن ما في فايدة، لكن الحين راح أقول لك، راح أقول لك الشيء اللي بغيت أخبيه عنك. سلمان انسى انسى موضوع رجعتنا لبعض، لاني بتزوج. بتزوج عن قريب. وش قلتي؟ تعيدينها ثانيه؟ نورة أرجوك أرجوك لا تقولينها. أنت 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 تقولين كذا علشان ما أطلق نهلة، أنا متأكد. مستحيل مستحيل يا نورة أن تتزوجين واحد ثاني غيري. غلطة غلطة، كانت أكبر غلطة أن تزوجت بوحدة ثانية، وكان درس قاسي قاسي علي مرة يا نورة. أرجوك أرجوك لا تغلطين نفس الغلطة، أرجوك. نورة أنا 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 متأكد أنك تحبيني زي ما أحبك، وأنا متأكد أنك ما تقدرين تتزوجين بواحد غيري. نورة نورة، أنت تقولين الكلام علشان ما أفكر أرجع لك، صح؟ أنت خايفة أن ينخرب بيتي، أو يمكن خايفة على الطفل، أو يمكن أن أنت زعلانة مني. نورة أي كان السبب، أي كان السبب يا نورة، هذا ما يخليك أنك تفكرين تتزوجين بواحد ثاني. وبعدين تعالي، أنت شلون بتتزوجين وأنت للحين ما خلصت العدة؟ أنا حسبها عدل، أنت باقي عليك أسبوعين وتنتهي. شفت شلون يا نورة؟ شفت شلون انك تكذبين علي علشان ما اطلق نهله؟ شفت شلون؟ زواجي بيكون بعد ما انتهي من عدتي طبعا. انا فعلا بتزوج، بتزوج ريال عنده 4 أطفال، محتاجين الأم. صدقني يا سلمان، هذا أم الحل. الله يخلي يقدر موقفي، هذا هو الحل المناسب لنا احنا الاثنين. قولي النهايه الحقيقيه لنا احنا الاثنين.
نورة، نورة أنا غلط غلطة كلفتني كل معنى جميل في حياتي. لا لا، حياتي كلها، حياتي كلها. أرجوك يا نورة لا تغلطين نفس الغلطة اللي غلطته، ولا تخدعين نفسك وترتبطين برجل غير سلمان. ما راح تقدرين، صدقيني يا نورة ما راح تقدرين. حتى الأطفال ما راح ينسونك حياتنا. إذا 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 كان الطفل اللي كنت أحلم فيه ما قدر ينسين إياك، شلون يقدرون أطفال الغرب ينسونك حياتنا وعشرتنا؟ سمعيني، سمعي نورة، أنا بكرة راح أجي بيتك، قصدي بيتنا، ويرجع كل شيء مثل ما كان. نعم، ونرحم نفسنا من العذاب اللي احنا فيه. انت عارفة ان انا ممكن ارجع لك بدون مملك. اي، لان انت لها الحين زوجتي. نورة انا عاقل، عاقل يا نورة، وعمري ما صرت اعقل من هاللحظة. الجنون يا نورة، الجنون، الجنون يوم كان طلقتك، الجنون يوم ارتبطت بواحد غيرك وصدقت ان الطفل يستحق اني ابعد عنك. هذاك الجنون والتهور يا نورة، مو باللي اقوله انا. لا يا نورة لا. اسمع يا سلمان، انا قررت اتزوج، وهذا قراري نهائي، لا يمكن أتراجع عنه أبدا. مع السلامة، خلي بالك على نفسك. ليش يا سلمان؟ ليش خلتني أسوي كذي؟ ليش؟ عمري ما كنت أتخيل أسوي هالشيء. ليش؟ ليش يا سلمان؟ ليش؟ حرام علي، والله حرام لا يمكن أخليه يضيع من بين يدي بهالسهولة، لا يمكن. سلمان وش فيك؟ ما فيني شيء. هو راح الوقت، ما له شغل. حد من أهلك صار له شيء؟ أنا مالي أهل غير نورة. إنزين وين بتروح الوقت؟ وأنا سألتك من وين جاية هالوقت؟ أنا جاي من زواج وأنت عارف. ما همني، واخري عن طريقي. كيف أكون مالي؟ روح وين ما تبي تروح. يا ربي وش الله بلاني بهالبلوة، الله يخلف عليه، صدق فقر الأقدمة، يا حسرة علي وعلى حظي. قايل لك قلبي ما كلي على نورة، أكيد هذه نورة. الله يستر. إن شاء الله ما عليها شر. بسرعة بسرعة رد على التليفون. ألو سلمان، هلابك هلابك يا سلمان، وينك في أنت؟ عند الباب؟ لا حياك وانا أخوك، حياك أفايا سلمان، البيت بيتك وانا أخوك. هلابك هلابك، تفضل تفضل. سلمان عند الباب يبيني في موضوع. الله يستر. عند هالوقت ما قدر يصبر لي باكر؟ لا، وصوته غريب ولهجته أغرب بعد. حرام عليه، رجولي طاحت بغيت أموت بالخوف. من سمعك يا أمل.
أسوي يا ربي؟ معقول؟ معقولة أنا أتزوج؟ مستحيل. بس لو ما تزوجت سلمان بيطلق زوجته، ولو حتى لو طلقها أنا لا يمكن أرجع له، لازم يفهم الشيء هذا. مهما حصل أنا ما راح أرجع له. بس شلون يفهم؟ ما راح يفهم إلا بحالة واحدة، إلا أني تزوجت. يا رب يا رب ساعدني ساعدني يا رب. ما قالك شي بي؟ شكله تعبان ومدروخ، مسكين ريقه ناشف يبي مويه. الله يعين يا أمل. الله يعينك يا سلمان. تفضل. سلمان خير؟ وش فيك وانا اخوك؟ ليه يا مساعد؟ ليه ما قلت لي اليوم وانا عندك في المكتب؟ ليه خبيت علي؟ ليه؟ خبيت عليك؟ ماني فاهم وش تقصد، وش الموضوع؟ خلاص خلاص ما تحتاج تلف وتدور علي، انا خلاص عرفت الحقيقة، عرفت اليوم. سلمان اي حقيقة؟ حقيقة زواج نورة. زواج نورة؟ من اللي قال لك؟ المهم اني عرفت. الحين سلمان وانا اخوك انت جايني تالي الليل وبهالشكل علشان تقول لي انك عرفت ان نورة راح تزوج؟ عشان اقول لك امنع نورة من هالزواج. انا امنع نورة؟ امنع نورة من هالزواج عشان تحمي بيتي، تحمي مستقبل طفلي. طيب يا سلمان، من اللي قال لك ان نورة راح تزوج؟ هي اللي قالت لي بنفسها، هي قالت لي انها راح تتزوج عن قريب. نورة بتزوج؟ تتزوج؟ ليه ما قلت لي يا مساعد؟ ليه خبيت عليك؟ ليه؟ اهدى يا سلمان، اهدى وانا اخوك، لا تسوي بنفسك كذا، صحتك يا رجل، صحتك اهم شيء. صحة؟ أي صحة يا مساعد، أي صحة؟ ونورة على وشك انها تضيع من بين يدي، أي صحة؟ مساعد، أنت لازم تمنعها، لازم يا مساعد، ما في أحد غيرك يقدر يأثر عليه يا مساعد. يا سلمان، يا سلمان وأنا أخوك القرار قرار نورة، وما في أحد يقدر يأثر عليها ويخليها تغير رأيها، وأنت عارف نورة أكثر مني. طيب والحل؟ الحل وانا اخوك انك تروح لبيتك الان وترتاح شوي، وبكره ان شاء الله نفهم الموضوع. وين القى الراحه عقب هاللي سمعته؟ وين؟ انت لازم تنام يا سلمان، شكلك مرهق وتعبان وانا اخوك. انام؟ وين انام؟ وين؟ شو تقول انت يا مساعد؟ شو تقول؟ انا في قلبي نار نار، الله العالم بحجب. أنا آسف يا مساعد، صحيتك وقلقتك بتالي هاليول، بس العذر والسموح، ما لقيت أحد غيرك. يا مساعد
كان نفسي تطفي ناري نفسي. يا ليت نقدر يا سلمان، يا ليت بيديني شيء، كان ما تأخرت ولا دقيقة واحدة. سلمان أنت بخير ونخوك؟ الحمد لله الحمد لله. تحب أوصلك؟ لا شكرا. طيب كيف أتمنى عليك؟ أنت كيف بتخليني أقلق عليك؟ بكرة إذا الله أعطاني عمر أمر عليك المكتب إن شاء الله. إن شاء الله. سلمان يا أمل يقول النورة قالت له أنها بتعرس. سمعت هالحكي وغير هالكلام؟ ما في جديد، هذه خلاصة الموضوع. طبعا بالإضافة إلى حالتها السيئة ونفسيتها التعبانة اللي مرة منتهية. معنى هذا ممكن تأثرت بكلامك له؟ يمكن. إلا أكيد، ما في غير هالاحتمال. نورة ممكن تسوي أي شيء علشان تمدح الفكرة اللي تدور براس سلمان. طيب ممكن يكون فعلا نورة قايلة هالشيء علشان تبعد سلمان عنها. شوف أنا أقصد في الموضوع إنه ممكن يكون مجرد كلام علشان تبعد سلمان عنها، وهي بالواقع ما راح تسوي هالشيء. ما أعتقد يا أمل، لأن نورة عارفة لو كذبت على سلمان راح يكشفها. ما أقدر أصبر، لازم أكلمها الحين. وين؟ أنا هبلتي أنتي؟ ودك تصحي نورة تاري الليل؟ ما أعتقد إنها نايمة وهي بهالحالة. سبحان الله، كنت عارف إن هالليلة ما راح تعدي على خير. حساس حساس ما شاء الله عليك، عمري ما شفت مثل رقتك. أمل واللي يرحم والديك، ترى سلمان كاسر خاطري. إيه معك حق، حتى أنا ما كاسر خاطري. أجل لو شفتي منظره وشكله والشرود اللي هو فيه. الله، ما أعتقد حالة نورة أحسن من حالته. الله يعيني يا أمل، الله يعيني. إيه نصيبهم بعد، إيش بنسوي إحنا؟ أقول مساعد؟ نعم. ينفع أكلم موضي الحين؟ أقول أمل خير. ودك تركضين شوي وتسكتين ولا اجيب العيد فيك؟ لا اصلا انا ما اقدر اسكت، صعب اني انا اسمع خبر وما اقوله مده طويله، صعب صعب يا مساعد. املوه وفيصل خلاص انا امزح وياك، ترى انا ما اقصد. بعدين ايش فيك؟ ما عندك روح الدعابه شوي؟ خلاص انا بروح انام. لا تروحين تنامين، اقعدي شوي الفجر باذن وصلي ونامي ان شاء الله. أنت ليه نايم هنا؟
انت وش موضوعك؟ نهلة اتركيني لحالي، ترى اللي فيني مكفيني. انا بيعرف هاللي فيك ومكفيك. امر خاص فيني مالي الشغل فيه. الازواج ما بينهم اسرار وخصوصيات يا سلمان. اي ازواج؟ سلمان انا ممكن اعرف انت ليش زوجتني؟ انا اللي هو انا مو عارف ليش تزوجتك. انت تزوجتني يا استاذ عشان العيال وعشان مرتك عاقر، ما قدرت تجيب لك اللي انا على وشك اجيبه، فاهم؟ هي المفروض انك تحترمني وتحطني فوق راسك لاني احسن من مرتك اللي الظاهر انك ما نسيتها. حدك عاد حدك الا نوره. نهله انا ممكن اسامحك في اي شيء اي شيء الا ان اشتغلطين على نوره، ولمعلوماتك لا انت ولا مليون مثلك يقدرون يوصلون لظفر نوره، فاهمه؟ يا سلام، ما دامك تحبها كلها الحب ليه طلقتها وليه تزوجت على غيرها؟ جنون جنون، ولحظه تهور شكلي راح ادفع ثمنها بقيه عمري، جنون. طيب ممكن ترجع لها من بكره لو بغيت. وانا انتظر الاذن منك حضرتك. انا لو الامر بيدي شان رجعت لها من ثاني ساعه تركت فيها، لكن الامر مو بيدي. خلاص نوره راحت ضاعت من يدي. لو هي على ذمته ارحم لي مليون مره من هالحاله. وش هالورطة اللي انا فيها؟ وش اللي رماني في درب هالخبل؟ لازم تجاوبي على كل الاسئله الموجوده. موضي تعالي عندي لك خبر الموسم. طيب يا نجلة انت الحقي على حصتك وتعالي اللي بعد الفسحة حجرة المدرسات. حاضر أبو. يلا قلبي شوي. ايه يلا. ايش الحكاية يا امل؟ ما راح تصدقين نورة وافقت. انت متأكدة؟ متأكدة من اللي تقولينه يا امل؟ بصراحة انا شبه متأكدة، وان شاء الله انا اليوم اتأكد منها 100%. لا تخافين يا موضي، هي موافقة، بس تعرفين من كثر ما أنا فاقد الأمل في هالموضوع ودي أسمعها منها مباشر. أنتي ما سمعتيها منها؟ لا. أجل قالتها المساعد؟ لا ما قالت المساعد. أجل قالت لمين؟ أنا أقول لك. أي موافقة يا مساعد. أنت متأكدة يا نورة؟ قصدي متأكدة إن هذا اللي تبينه؟ هذا أبعد شيء عن اللي أبيه. ترى ما الله حادك يا نورة إنك تأخذين هالقرار بهالسرعة وأنا أخوك. هداي وفكري على مهلك، ولا تخلين كلامي لك أمس يأثر فيك. لا تحسيني بتنيب الضمير يا نورة. طول البارحة وأنا أفكر وأستخير يا مساعد. أنا أبخص الناس بسلمان. سلمان يا مساعد ممكن يسويها طالما انه فكر يطلق زوجته وما حد يقدر يرده الا بحالة اني اتزوج. بس يا نورة سلمان ما هو بطايق زوجته واكيد بيطلقها في كل الاحوال. على الاقل ما يطلقها بنية يرجع لي. ليه لا؟ قصدي ليه ما ترجعون لبعض يا نورة؟ الواضح انكم انتوا الاثنين ما انتوا قادرين تنسون بعض او حتى تعيشون من غير بعض. لا يا مساعد، الامر مو بهالسهوله مثل ما انت تتخيله. سلمان الحين متزوج وزوجته حامل. ماشي لا يطلقها، يخليها على ذمتي يا نور. تبيني اوافق على اللي رافضته انا بالاساس؟ هذا الحل المناسب يا نوره. لا يا مساعد، مو هذا الحل المناسب. أنا ما أقدر أصير جارة أنافس على حب ريال تعودت إنه يكون لي أنا بروحي. أنا أحب سلمان، أحب حياتي معه، أحب ذكرياتي اللي جمعتني سنين طوال، أحب مواقفه معاي،
برجولته، طيبته. هذا هو سلمان، أبي يظل بعقلي وقلبي، أبي يظل هالشكل طول العمر. ما أبي أشوه هالصورة بواقع أنا رافضته، وزوجته الثانية أكيد تبي ترفضه. طيب وش اللي يريحك هالحين؟ اللي يريحني يا أخوي إنك تقول الأمل إني موافقة على العريس اللي جابته لي. متأكدة يا نورة؟ إي. يعني ما أنت متراجعة؟ لا ماني متراجعة، هذا قرار اتخذته وانت تعرفني زين لما اتخذ القرار. يعني افهم ان الموضوع رجعتك لسلمان ما في امل ابد؟ ما في امل. طيب ليه يا نور؟ تبيني اكرر لك نفس الكلام اللي اقوله لك واللي للحين اقول لك اياه من يوم ما انفصلت عن سلمان؟ لا بس نفسي افهم. ايش تفهم؟ ودي أسألك سؤال واحد يا أمل. تفضل. الرومانسية، ليش أنا ما أفهم في الرومانسية؟ أنا أعتقد أنك جاوبت. ها؟ جاوبت. حين أفهمك السؤال هذا أنا اللي أفهمك يا مو نورة. حلو تفضلي طالما. اسمعني بصراحة. إيه. ومن غير مجاملة. كلام حلو. وبدون تعقيد. الله. والجواب نهائي. ما في خيارات. كلش. جميل. اسمعني. حلو. أنا أعتقد إنك أنت إنسان. إيه حلو. يعني جدا واضح. حلو. عرفت شلون؟ حلو. يعني مالك علاقة يعني بالرومانسية لا من بعيد ولا من قريب. هذا اللي هو أنا. أنت. أبد. أبد انسى. ولا شوي. انسى ماكو. إيه. طيب ليه؟ أنا أقول لك ليه. حلو. أعتقد والله أعلم. إيه؟ إن نورة خدت كل الجينات الرومانسية اللي في سلالتكم البشرية. نور أختي؟ هي أختك؟ إيه كلام منطقي. طبعاً منطقي. طيب ممكن أسألك سؤال يا أمل؟ يسأل. يعني عائلتكم وعائلتنا يعني يعني هل في صلة قرابة يعني ريليتف قرابة بيننا وبينكم؟ حلوة هذه ريليتف. إيه؟ كثر منها. حلو. طبعاً إيه بس من بعيد. ليه؟ آه من بعيد. أيوه. أنا أعتقد إلا متأكد متأكد يا أمل ها إن الجينات حقت نورة وصلت حتى عند بيتكم وخذتها. يا حليلك. أصلاً أنا ما أخذت كل الرومانسية ها إلا أنت اللي ما أخذت حقك. لا والله الرومانسية الله الرومانسية هناك وأنت هناك. لا والله. صدق يا أخوي رغم أن أمل كانت شوف فاقد الأمل إلا أنا كان عندي إحساس أن نورة راح توافق. يعني خلاص خلاص يا موضي أعتبر من الحين الموضوع منتهي. طبعا أمل كلمتني في الموبايل وأنا جاية وقالت لي أن نورة بلغت أخوها مساعد. طيب قولي لي يا موضي يعني صحيح لهالدرجة هي طيبة وحنونة أو أنك تبالغين؟ أبالغ؟ أنا حاسة أني مقصرة في وصف رقتها وإنسانيتها يا أخوي. أوف شوقتيني حق الإنسانة أبي أشوفها. إن شاء الله راح تشوف إنسانيتها أكثر لما تشوفها من أول لقاء. يعني ما تظنين أقدر أشوفها؟ قصدي يعني نخطبها ونتموا من الأمر. خير البر عاجلة، أنا ودي اليوم قبل بكرة. بس أنت عارف يا أخوي إحنا مأجلين الموضوع عشان صحتك. لا أنا الحمد لله بخير وبصحة زينة وجيدة ونشيط ما فيني شيء. ونبي نمهد الموضوع للعيال انت عارف يا اخوي. جينا حق العقد هذا. شلون انا؟ شلون احل الموضوع مع العيال؟
هم تقريباً عارفين إنك ناوي تتزوج. إيه بس خايفين ورافضين. خايفين يا أخوي، خصوصاً بعد تجربتك الأولى واللي تركت عندهم أثر صعب شوي. شنو الحل؟ شلون أقنعهم؟ خلاص يا أخوي لا تفكر، إحنا نقول لهم إنك ناوي تتزوج بس بدون ما نحدد لهم لا الموعد ولا نقول لهم كل التفاصيل. قصدك نحطهم قدام الأمر الواقع؟ رغم إني عارفة إن كل الحنان عند نورة وإنها أكيد راح تحتويهم من أول ما تشوفهم، إلا أنا أشوف إن سياسة الأمر الواقع هي الأنسب. يعني بلاش نضيع وقتنا وإحنا نقنعهم، وبلاش نخليهم يعيشون في خوف وقلق طول فترة تحضيرنا للزواج. أنت شايفة كذي؟ هذا أنسب حل في رأيي، ولا تخاف يا أخوي أنا بمهد الموضوع للعيال، خصوصاً نوف وفهد هم الأساس. إذا هالاثنين وافقوا انحلت المشكلة، وبالذات نوف. أنا خايف من ردة فعل نوف. تطمن يا أخوي، كل شيء راح يصير على ما يرام، أنت لا تشيل هم. على فكرة أنا شايفة أن سياسة الأمر الواقع تشمل هند وفوزية بعد. أنت عارف رأيهم في الموضوع يا أخوي، وأنا خايفة أنهم يتصرفون كذا ولا كذا ويعرقلون الزواج، وإحنا ما صدقنا على الله أن نورة توافق. يعني نخبي عليهم مثل هالأمر؟ طبعهم يا عبد الرحمن، أنت عارف مو بجديد عليك. ما كان ودي تمشي من وراهم علشان نتجنب المشاكل، بعدين هم اللي خلونا نضطر ونسوي هالتصرف. يعني سعادتي ما تهمهم؟ إلا تهمهم يا أخوي، بس أنت عارف أن طبعهم غريب مو بجديد عليك. عارف عارف زين. خلاص يا أخوي لا تفكر في هالأشياء المزعجة، وعط نفسك حقها في الفرحة، اطلع واستانس وخلي الباقي على ربك. والنعم بالله. يلا يا أخوي عنذنك تأخرت على ماجي. زي متى بروح نخطب؟ إن شاء الله قريب، أنا راح أرتب الموضوع وأقول لك. يلا عين ابنك، مع السلامة. مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله، وينك؟ انتظرتك الصبح ما جيت، بعدك على جوالك مقفل. أنا رحت المكتب ومنه خرجت ألف في هالشوارع، ألف من غير ألف. تفضل تفضل طال عمرك. سلمان ترديت؟ تتوقع لي نفس أكل؟ حرام عليك اللي تسوي في نفسك يا سلمان، يا أخي ترى نفسك عليك حق بعد. أنا ضيعت حق نفسي لما ضيعت سبب سعادته. خلاص يا سلمان لا تعدي بنفسك بهالموضوع، اللي راح راح وأنا أخوك. بلاك ما تحس بالنار اللي قايدة في قلبي. حاس حاس صدقني يا سلمان، بس عاد شو نسوي؟ هذا أمر الله. ظنك نورة قالت لي هالكلام علشان ما أطلق زوجتي. اسمع أنا أخوك، نورة بتزوج ولازم تواجه الأمر. طيب ليه؟ ليه تتزوج؟ يمكن أحد الأسباب عشان تمنعك إنك ما تطلق زوجتك. قايل لك. وفي سبب ثاني بعد. وشو؟ الرجال اللي طلبها يا سلمان عنده 4 أطفال وأمهم متوفية. وإذا كان؟ هالأطفال بحاجة لنورة، ونورة بعد بحاجة لهم. سلمان أعتقد إن هذه فرصة نورة على أساس تمارس دور الأمومة اللي بداخلها، وأنت أكثر واحد عارف حجمها. شوف يا سلمان أنا أخوك، نورة ما راح ترجع لك أبد وتحت أي ظرف من الظروف، وهذا قرارها. لكن نورة ممكن تتنازل عن قرارها هالمرة علشاني. خليني أكمل يا سلمان واللي يرحم والديك. إذا فعلا أنت تحب نورة خلها تخوض هالتجربة، عطها فرصتها زي ما عطتك هي فرصتك.
انت عارف انها كانت حريصة على زواجك عشان ما تنحرم من دور الابوة، وجاء دورك الان يا سلمان انك تفرح لها. الله رزقها باربع اطفال وما راح تنحرم من دور الأمومة اللي تمنتها عمرها كله. مشاعل وينك انت؟ ولدي نادي عليك ما سمعتك؟ لا وليه الصوت كذا مرة عالي؟ لا همك البيت ولا أهله. البركة فيك انت. طيب وش تسوين؟ زي ما تشوفين. لمين ترسلين الصور؟ واحدة صديقتي. ومن هذه؟ ما تعرفينها؟ أنا أعرف كل صديقاتك. عاد هذه بالذات يا حبيبتي ما تعرفينها. زين ومن وين عرفتيها؟ من الإنترنت. أنتي انجنيتي ولا انهبلتي؟ تبعثين صورتك لوحدة عرفتها بالإنترنت؟ يمكن يخدعونك وتطلع ما بنت تطلع ولد. يا حبك لتضخيم الامور وتعقيدها. اطمني يا هيفا، هذه اعرفها زين واكلمها بالتليفون. حتى ولو الامر ما يسلم. انت مو خايفه تبعثين صورك بالانترنت؟ وش اللي خاف منه يعني؟ انت ما تدرين ان الصور اللي تنرسل بالانترنت ممكن يستغلونها بابشع الطرق؟ يعني وش بيصير؟ يعني ممكن ياخذون صورك هذه يركبونها على اي جسم في اوضاع مخله. هذا ابسط شيء ممكن يصير يا حبيبتي. حتى لو صار، مع انه احتمال غير وارد، الموضوع بيسوي له ضجه كم يوم وبعدين الناس بتنسى. صدقيني. انتي هذه نتيجه استهتارك راح تكون كبيره كبيره مره. شكرا على نصايحك الممله. هماكي ما قلتي الكلمتين اللي عندك؟ يلا فكيني. وبعدين انتي تعالي، مو خليت لك الغرفه بكبرها جايه لحقتني. فكيني من نصايحك الممله هذه وارحميني. انتي حره بس صدقيني مصيرك توقعين في الشر أعمالك. أنت ودك ودك ودي؟ إذا الشر طالك ما راح يطولك بحالك، راح يطولنا كلنا. هذاكي قلتيها. أنت خايفة على نفسك، وأنا أقول شنو هالاهتمام كله. أنت ما في فايدة منك، أفقك ضيق وعقلك صغير. ماشي أنا. الو، ايه قاعدة ارسلها الحين. ليش العجلة؟ حلوة حلوة مرة، احلى من القمر. تفضل. عمتي موضي. هلا حبيبتي. هلا يا نوف، مشتاقت لك موت. وانا بعد يا عمتي. اساعدك في دراستك؟ لا شكرا، تقريبا خلصت. طيب اخذي. شوفي شوفي وش جبت لك. مريت السوق وشفت المحل جابوا قياسك. بس هذيك المرة قالوا خلاص ما عاد في من. اي جابوه من فرع ثاني. الشكر يا عمتي موضي، مرة كان نفسي فيه. دارية، أنا لما شفتك شلون تضايقتي أصريت. دارية، أنا لما شفتك شلون تضايقتي أصريت إن أجيبه لك. تميز بطبيعة جميلة وبمناظر خلابة. هذا هو الخرفج، متنفس الرياض ومزيل أتراحه. مصدر والصوامع ومتيسر كل شيء. ومثل ما